السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبيبنا المشتركين معنا في القناة، حبيبنا جوه مصر، حبيبنا بره مصر، إن أحبكم جميعا في الله. النهاردة إن شاء الله هنعمل عرض عسكري للدفعة الجديدة من زغللنا، اللي إن شاء الله بإذن الله ربنا يكرمنا فيها وتطلع على خير. حبيت بس أفرجكم معايا علشان خاطر ربنا إن شاء الله يكرمكم في فرحكم وتفرحوا بيه. تخريج الدفعة الجديدة هبدأ ألمه دلوقتي قدام حضراتكم ونرصهم كده صف عسكري، وبعد كده نديهم هدية حلوة هنشوفها ايه هي لكل واحد، وبعد كده ان شاء الله اديكم شوية تعليمات كده بإذن الله تعملوها مع صغيرلكم عشان تحافظوا عليها، عشان ربنا ان شاء الله ييسر لكم وتطلع على خير. هنجيب اول جوز معانا، ما شاء الله الجوز ده استرالي، بسم الله ما شاء الله، ده استرالي تلت، واسترالي يعتبر يعني اقل من العاده شويه ما شاء الله. جايبين زغلولين كده، انا ساعات بشغلهم حضان، هما بيجيبوا بسم الله ما شاء الله زي ما حضراتكم شايفين كده، بيجيبوا استرالي ابيض زي الاب بالظبط، استرالي تلتين، وبيجيبوا يعتبر اشائي، بيجيبوا يعتبر اشائي، استرالي اشائي اللي هو بيبقى جسمه ازرق زي ما حضراتكم شايفين كده، جسمه ازرق. ناخدهم الاول بره، بيجيبوا اللي هو جسم الازرق، المقصات بتاعه بيضه وساعات بيبقى فيه ابيض هنا كده عند الدماغ، اسمه استرالي اوشي، والذكر بيبقى ابيض لون الذكر، لون اللون ده بالظبط. طبعا اخوه الفاس اللي قبلهم بالظبط، اخوه اهو، اخوه اهو، بسم الله ما شاء الله، اهو ده اخوه الاوشي زي ما حضراتكم شايفين كده، بسم الله ما شاء الله، المقصات بتاعته بيضه زي ما حضراتكم شايفين اهو، اهو ده ما شاء الله عليه وما شاء الله ناصحين جدا جدا، ده اخوه. تمام، نقف كده العرض العسكري يعني توقفوه اهو، انتباه، ايوه كده. نجيب الجزء الثاني، بسم الله ما شاء الله، ده جزء نفيخ، بسم الله ما شاء الله، ده جوز ضابط تم متحضنين فرد ريحاني وفرد مسود زغلول، دول ما شاء الله يعني ايه دفعه كبيره شويه اكبر من صغننه، بس برضه هنحاول نطلعهم معانا. وعندنا ايه تاني؟ وعندنا جوز، بسم الله ما شاء الله، بسم الله الرحمن الرحيم، ده جوز جمعية بس لسه صغننين والدنيا حر، بسم الله ما شاء الله، عندنا ايه تاني؟ عندنا بسم الله ما شاء الله، عندنا برضو فرد جمعية وفرد قاطع، بسم الله ما شاء الله، دول برضك متحضنين مع بعض. شوف الزغلول ده بقه عامل ازاي، بقه قاطع بس في فتلة، في اسمها ايه، بقه سبحان الله طالع طالع بقه مفتول، في فتلة كده بقه مفتول يعني بقه قاطع بس في عوجة، بقه دي ممكن لما يكبر بالوش بيتكلدم وبيلم وبتروح او بتفضل فيه زي ما هي بقى سبحان الخالق، هو طالع كده المرة دي سبحان الخالق. عندنا ايه تاني؟ بسم الله الرحمن الرحيم، عندنا زغلول بسم الله ما شاء الله، عندنا زغلول صاف اهو بسم الله ما شاء الله، عندنا ايه تاني؟ عندنا زغلولين قشر بنادق بس لسه صغيرين خالص لبا، مش هينفعوا يطلعوا. عندنا زغلول اصفر ورق، بسم الله الرحمن الرحيم، ومعايا زغلول عبسي،
ده اصفر ورق وعكسي. بسم الله ما شاء الله. دي الدفعه الاكبر شويه. اثبتوا على زمانتوا كده، اثبتوا لحد ما هروقكم اهو. دي واحد. عندنا ايه تاني؟ عندنا جوز يمني، عندنا جوز يمني ده لسه صغنن، لسه صغنن خالص، ده ما ينفعش يطلع لسه لبا. عندنا ايه تاني؟ عندنا بسم الله ما شاء الله، عندنا جوز. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله ما شاء الله. عندنا جوز هزاز، فرد هزاز ديول، وفرد جمعية أبيض. بسم الله ما شاء الله. عندنا ايه تاني؟ بسم الله ما شاء الله، اللهم زد وبارك. بسم الله ما شاء الله، اللهم زد وبارك. عندنا جوز بسم الله ما شاء الله رومي، بس مخلط شوية. بسم الله ما شاء الله، الله أكبر. بس دول شكلهم كده هيوقعوا الصاج. بسم الله ما شاء الله. احنا ننزل الصاج بقى كده في الارض. تعالى يا بطل، تعالى يا بطل، يلا يا بطل. بسم الله ما شاء الله. محدش يتحرك. عندنا ايه تاني؟ بسم الله. الفرد الرومي الثاني بسم الله ما شاء الله، الله اكبر عليه. لا غشامه. بس الجزء الرومي الثاني ده سخس، اتخبى جوه. بس كده احنا مش هنفقد السيطرة عليهم ولا ايه الذين دول؟ بس بس بس. خش يا خش يا، تعال خش كده، خد اخوك جنبك، خد اخوك جنبك يا عسكري، خد اخوك جنبك. تعال انت كده خش. بسم الله ما شاء الله، بسم الله الله اكبر. بسم الله ما شاء الله، بسم الله الله اكبر. بسم الله ما شاء الله. بس اهدى، تعال انت خش كده جنبك، خش صف. ايه ده؟ بس اهو خليك انت هنا لو مش عايز اهو. بسم الله ما شاء الله. هنعمل عرض عسكري كده سريع سريع، واعرفكم عليهم واعرفكم على الجنود بتاعتي. وعبين ما اجيب الجنود الكبيره ديت اللي هي قربت تتخرج، الدفعه قربت تتخرج دي ما شاء الله عليها نشطه ومش عايزه توقف، فنكمل مع دول. ده بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله ما شاء الله. ده جمعيه ابيض بسم الله ما شاء الله، من الحاجات اللي قليله في السوق جدا وما شاء الله تقليبها عالي. ده زغلول هزاز ديول ديلو بني، وده وقينا لحضراتكم عليه في اول الفيديو اللي هو استرالي اوشائي، طلع استرالي تلتين. اللي جنبه دوت ده يبقى اخوه. دول ده كده قص نفيخ بسم الله ما شاء الله، دول قص نفيخ بسم الله ما شاء الله. اللي جنبيهم دول ده قص جمعيه وده قص جمعيه بسم الله ما شاء الله. ده الكبير وده الصغير. دوت زغلول قاطع ابن صافي بسم الله ما شاء الله، بس شكله كده يعني عنده عيب خلقي سبحان الله خالق. بسم الله ما شاء الله. ده زغلول صافي عنده قاطع، الفك اللي فوق قاطع خالص والفك اللي تحت عريض بسم الله ما شاء الله، بس هو ايه زي في فتله كده في بقه. هنشوف الدنيا فيها ايه ان شاء الله، ولما نشوف هيكبر هيبقى حلو ايه. عندنا هنا ده فرد جمعيه ازرق
ازازي، عندنا ده فرد صافي هيطلع ازرق زي ابوه الفرد الصافي اللي هو الازرق اللي تحت، هيطلع خليل ان شاء الله. تمام، ده كده كانت فرجه الصف العسكري اللي هو حاضر معانا الان. تمام كده هنرجع دول مكانهم، بس قبل ما نرجعهم هنديهم شويه ميه كده. بس انا شايف ما شاء الله الله اكبر، هم دلوقتي واخدهم تحت اهاليهم وما شاء الله كلهم واكلين اهي، بسم الله ما شاء الله زي الفل وشاربين وزي الفل. فمش عايز ايه اديهم الميه اللي فيها فيتامينات، انا كده كده حاطط ميه بفيتامينات للاهالي، وهي دي الهديه اللي انا كنت عايز اديها لهم، اديهم ميه بالفيتامينات. بس بما ان انا حاطط للاهالي ميه بفيتامينات في المزق ما شاء الله، زي ما حضرتكوا شايفين كده دي المزق اهي، المزق دي كلها حاطط فيها ميه بفيتامينات. وربنا يرزق الجميع وكل عام وانتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.